ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. بيتكم صار قديم يا أبو علي، بليته جديد. وإيش نسوي؟ هذا إحنا ننتظر تطلع لنا جائزة نص مليون دينار علشان نبنيه من جديد. ما شاء الله، بس نص مليون؟ ليش ما تطلب مليون؟ الأحلام اللي ببلاش يا أبو علي. ما نبي نطماع، نص مليون تكفي. بلاش، هو اللي تزعل إذا طلع لي مليون راح أعطيك منها ربع مليون. صق إنك بخيل، توك طالب بس نص مليون، تعطيني ربع؟ أنا أبي نص، نص مليون. نعم. السلام عليكم، وياي حسن المغلي. وعليكم السلام، نعم أنا حسن المغلي. معاك بنك السعادة، ألف مبروك، أنت فزت ويانا بمليون دينار. ها؟ أنا فزت مليون دينار؟ مبروك يا أستاذ حسن، مبروك. أكيد هذا مقلب. هذا مو مقلب، الحين راح يوصلك مسج من البنك يأكد كلامي. هذا أكيد أنتم شركة نصب واحتيال وتبون تسحبون هالكم فلس اللي في رصيدي. لا يا أستاذ حسن، انت فعلا فزت ويانا. انا للحين مو مصدق، من بكره انا من غسق الصباح عند زقزقه الطيور قبل ما ترفعون شطر البنك جايينكم. حياك بكره عندنا البنك، جيب وياك البطاقه الشخصيه. ان شاء ان شاء ان شاء الله خير خير خير. مبروك، الف مبروك يا ولد المغلي، الف مبروك. مليون مليون. شوف هذا، أنا حققت لك أمنيتك وخليتك تحصل مليون، بس ها لا تنسى الوعد اللي وعدتني إياه، النص مليون مالي. يصير خير يصير خير، مليون مليون. ألف مبروك يا أبو علي، ألف مبروك يا ولد المغلي. أوه 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 المغلي، طلعت لي جائزة المليون. من قده المغلي، الله يوفقه، بس خسارة ما طلعت لي. ادعو له بالخير وعن الحسد. الله يبارك ليه، من هذا لين الحين. صح صديقي، لو تحصل المليون اخ كان زين. ها ادعو له بالخير وعن الحسد. مليون. اي مليون.
وايش المشروع بالضبط مولوك؟ انا بهالمليون ام بيفتح كل مشاريع الدنيا. واول مشروع تبتدي فيه وايش؟ اول مشروع الرخام، الرخام لان فيه خلاص نبتدي في اول اعلان. ام باعلان يدمر يفجر يكسر يحطم يوجع السوق يقصفه قصاف. بل 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 انت داش حرب لويشو. انت ما عليك يا ابو خليل، انت بس كسر وحطم وفجر في الاعلان. خلاص نبتدي في اول اعلان. اليوم جايب ليكم مفاجأة، والمفاجأة تعال يا المغلي ادخل داخل الكاميرا، ارجع ورا ارجع ورا، وهذا صاحب مشروع الرخام ليفوتكم رخام المغلي. إيه انا المغلي، انا المغلي. وليفوتكم اسعار المغلي الممتازة. بس ها ما في مشية، ما في مشية، بعد اسوي لي اعلان ثاني. وهذا صاحب مشروع الرخام ليفوتكم رخام المغلي، وليفوتكم اسعار المغلي الممتازة. راحت فلوسك يا المشخال، راحت فلوسك يا المشخال. المغلي بيلعب بحسبتي. مقفل. تسوي مشاريع يا المغلي بنصيبي. إلك يوم، إلك يوم يا الظالم، إلك يوم. مسويني بلوك بعد. ود المغلي، انا ادري انك داخل، بطل الباب احسن لك. بطل الباب، بطل الباب، لا اكسره. بطل الباب واطلع واجهني، واجهني ولد المغلي. اسمع، تسلم النص مليون مالي يعني تسلمها؟ يكون في علمك ما بهدك الا لما تسلمها. تسمع لا ما تسمع؟ ولد المغلي بطل الباب. والله غربنا غربنا هذا جميل المشخال. يقول لك ابوي مو هني. نادى على ابوك. قلت لك مو هني مو هني مو هني. انا سمعته يقول لك، قول لي مو هني يعني هني. طلع من الصبح ما بيجي الا الليله. انا قاعد لك هني. زين ابوي ما بيرضى تقعد على الباب. اراويك يا انا يا انت. روح بيتكم. اكوجا اكوجا. صابر صابر، اركب السيكل عشان يعطيك المغلي دينار من المليون. يعطيه من المليون ديناره؟ هذا اذا صابر ركب السيكل بيعطيه المغلي دينار من المليون. والله وش اقول لك يا ملا، غربني هالادمي غربال، مو مخلني في حالي، شهر بي ما اروح مكان اللي يكلمون عن هالموضوع. يا ملا ابي ابني البيت مو عارف منه. يا المغلي، الرجال يقول انك ماخذ من عنده مبلغ. له مبلغ من وين؟ انا ما اخذت منه شيء. بس هو يقول انك ماخذ من عنده نص مليون. بل 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 نص مليون مره واحده؟ هذا لا تحتح 20 دينار ما عنده يا ملة. أرجوكم شوفوا صرفوا وياه، ترى الموضوع وصل حده. إن شاء الله أنا بأشوف وياه الموضوع وخير إن شاء الله. يلا فاهم ملة. على خير ملة. أقول لكم نهب من عندي نص مليون، نهب حلالي وحلال عيالي. أقول روح ليه وطالبه بدل ما تشهر به. وانت عبالك أنا ما رحت ليه؟ تعبت وانا راكض وراه، كل ما اروح لبيتهم يقول لبيتهم قولوا لي مو هني. اخذني لحم وتركني عظم، ما خلى لي حتى شحمه الدفى بهبها البرد. ويقولون ما اخذ له استراحه يرمح فيها الخيل. اترك عنك هالكلام وخلي الرجال في حاله، اخذ مزرعه اخذ استراحه، احنا ما لنا خوص. ما لكم خوص، لكن انا لي خوص، ما اخذنها بفلوسي حلالي. ما اخذ من عندي نص مليون مو نص دينار. انت من وين عندك نص مليون يا المشخال؟
لا طلعت لك جائزة مثل المغلي، ولا عندك ورثة ولا أملاك، ولا أنت بزنسمن. نص مليون من وينه؟ يا المشخال، أنت من وين لك نص مليون؟ أنت واحد متحتح. أنا متحتح؟ أنا ما عندي شيء؟ من يقول لكم؟ أجل تعب هالسنين وحقوقي اللي جمعتها وين راحت؟ غير أخذها هالحرامي نهب فلوسي فلوس عيالي. صل على النبي. هد أعصابه وخلف أي أعصاب عشان هديها، حتى أعصابي اللي كانت هادئة نهبها. بغيتك في سالفة خير، تعالوا وأقول لك. للأسف للأسف يا ملا، صار الوعد والعهد ما عليه قيمة عند الناس. اسمح لي يا المشخال، كلامك على الرجال تشهيرك به بين الناس هذا مو عدل. يعني عدل يا ملا؟ يا أخي تعب عمري وشقايي عدل يتنغنغ بفلوسي وأنا ما عندي حتى دينار أكل ولادي؟ الصراحة الرجال مسكين ويشتكي منك ومن تصرفاتك، ويا ريت توقف الكلام عنه وتنهي الموضوع. حتى انت يا ملا؟ حتى انا شنو؟ متضايق من تصرفاتي وما تتضايق من تصرفات المغلي؟ بدل ما توقف مع المظلوم توقف مع الظالم. حاش نوقف مع الظالم؟ وثانيا يا المشخال، انتوا ناس اصدقاء من زمن طويل، وحاولوا ان تحلون الموضوع بينكم. وحين اسمح لي يا المشخال، انا عندي عقد زواج وخلنا على تواصل. حياك. يا الله انا زعلان منك. عندك حق تزعل يا ابو احمد. لو قلت لي انك ما تقدر تدفع المبلغ او انك محتاجنا كان سامحتك، لكن تتخلى عني عشان شوية فلوس، هذا اللي ما هقيته منك. آخ يا صاحبي، انت صرت أحسن مني. يا ريت هالفلوس ما دخلت بيننا وصار اللي صار. يا المغلي، الفلوس ما بيها حلال عليك. المشخال المشخال، الوقت تأخر، الجماعة كلهم طلعوا، ما بتروح بيتكم؟ بلا بروح. يلا سامحني غفوت. يلا قوم. والله تغربت وياه المشخال. أبوي المغلي مو هني. تفكرني ما بعرفك يا المغلي؟ علي وقف. وأخيرا صدتك. وش تبي يا المشخال؟ حبالك بتهرب مني؟ لو وين تروح أصيدك. وش تبي مني؟ طفشتني. طلع فلوسي. البيزات صرفتها. نص مليون صرفتهم؟ اي صرفتها. وين النص مليون مالي؟ بعد صرفتها. بحاحو. فلوسي نص مليون، طلع النص مليون. غرب الكل يا المشخال، لاحقني في الحلو الترحال. الصداقة مو بهالطريقة اللي سويتها. انا وش سويت؟ ما يحتاج نقول، انت تعرف. انتوا تتكلمون بالألغاز، فهموني اكثر. الصديق اللي يكون صادق ويا صديقه، عدل مو عدل؟ عدل وناس. ايه ايش فيكم؟ صديقي تعرف ان البوق حرام؟ ايه اعرف، بس اللي ما يعرف مشكلة. انا اقول هذا المشخال حقود، وهذول اكيد تبع المشخال. تدري انا امشي عنكم احسن. السلامة. يا المغلي، انا رحت وكلمت الرجال عن موضوعك مثل ما وعدتك، ولكن الرجال ما صار على الموضوع، قال ان انت ما اخذ من عند البيزا. يا ملا من وين هذا المشخل له نص مليون؟ بس مثل ما قلت لك انه مصر. ها زين ملا، هو عنده اثبات؟ عنده اوراق تثبت انا اخذت منه نص مليون؟ الله اعلم، انا فهالشيء هذا ما ادري عنه، بس طبعا هذا من حقك.
إن إذا عنده ثبوت عليك يروح يقدم في المحكمة. خلاص خلي يقدم هالمحكمة الأوراق. خلاص الصبر لي حدود، دوختني دبحتني بهالإعلانات. يا أبو خليل تحملني تحملني، وصلنا 100 إعلان خلاص طفشتني. لأني أبي بدال المليون مليونين، المليونين أربعة، الأربعة ثمانية. بل والفقير اللي حصل مليون كل شيء بيسويه. يا أبو خليل خلينا نستغل الوقت، مثل ما تقول سويت 100 إعلان، يلا 101 ما يضر. يلا راحت فلوسك يا المشخار، راحت فلوسك. وش تقول؟ اقول لك شفت بعيوني جايب كونتينر ويا عمال وينزلون في هالرخام. صدقه؟ خف علينا جلطان، انا اعصابي ما تتحمل، اللي فيني مكفيني. اذا مو مصدقني روح شوف بعيونك. الله الله انكم تسوقونه صح. وين هو؟ وين هو؟ المشخال ما ابي اشوف احنا يتصرف وياه. صرف وياه. وين هو؟ وش فيك مستهل حجي؟ ومن هذا اللي وين هو؟ المغلي، المغلي وينه؟ ومن خش بعد ها؟ تعال 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 تعال. ايش فيك انت تصارخ؟ عبالك انت في الشارع؟ انت في مكان محترم. ما علي منك. محترم محترم، ليش ما ترجع على اتصالاتي؟ مسوي علي بلوك ها؟ لو في خاصية أسوي عليك حظر من المحل سويت، ولو بيدي أسوي عليك من الدنيا كلها. اسمع، أنا ما بطلع من هني إلا لما أخذ فلوسي، سمعته؟ أنا استحملتك بما فيه الكفاية، أنت ما ينفع وياك الطيب، نادوا على الأمن خلي يشيلونه. يشيلوني أنا؟ صق ما تستحي على وجهك، يشيلونك أنت يا الحرامي. أنا الحرامي؟ من متصل؟ ليكون البنك. اي هذا البنك متصل لي. حصلت الجائزة؟ يلا خذ عني. هذا البنك يهددوني بيحطون فيه الكلب الشاطئ اذا ما دفعت القسط، بيجرجوني المحكمة. انا الله وانا اليه راجعون. ولا يهمك يا ابو علي، ما عليك الا طيبة الخاطر. هاك خذ هذه بطاقة البنك، اسحب وادفع الدين اللي عليك وطيب خاطرك. شكرا. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. الدنيا ألوان.
كل قصة أثار تمهل في النظار تأمل في العبار هاي الدنيا ألوان سمعك والبصر في ليل السحر لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان.